خطيب صاحبتك؟ لا لا طبعا. لا طبعا. ترضى تتجوز خطيبة صاحبك؟ اكيد لا يعني. اكيد لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا ما ينفع. على حسب هي ايه النظام يعني. ايه سب صاحبتي عشاني ممكن برضو يسيبني انا عشان صاحبتي؟ لا لا وحتى لو مش صاحبه هو بس عيب يعني المفروض من المبدأ نفسه يعني. ما ينفعش دي صاحبتي. كيف الشعور يعني او كده ما ينفعش. ما ينفعش ان هو يروح يقول لصاحبتي بحبك ويروح يتقدم لها ويروح لمامتها وباباها ويكلمه في الاخر يسيبها علشان هو بيحبني. انا عمري ما هروح عشان لو انا مكانها وخطيبي راح قال لصاحبتي كده اكيد هتضايق وهتضايق منها هي كمان. لو هي لسه بتحبه مش هتوافق. لو هي بتحبني هتوافق. يعني ممكن تعمل كده؟ ممكن. طب ممكن يكونوا فركشوا؟ لا لو هي عجبانها صاحبها اخر اي حاجه بقى. عايزين نوجه اعتذارنا لمستر خالد دراج اللي هو احنا حصل يعني موضوع احنا بنعتذر له بنتاسف ونقول لك يا مستر احنا اسفين ومزعلش مننا وده كان سوء تفاهم وكان دوبلاج واحنا عملوا دوبلاج يعني فاهمه واحنا ندمانين قوي يا مستر على اللي حصل ده. وانت ندمان؟ ندمان والله عظيم جدا ندمان جدا.